أن أكون صنائع المعروف. كيف تفرج الهم؟ وأنتم الآن في هذه الحلقات من صناع المعروف. كيف أن الله سبحانه وتعالى سيفرج هموم؟ أنا أعرف رجل من باب يعني الأمانة يسعى في أمور خيرية كثيرة. يقول لي مسافرين لمكة وقبل الطائف بمئة كيلو وبمئتين كيلو تعطلت سيارتي ومعي زوجتي وعيالي. يقول والله ما أمداني أنزل على الخط ولا بلحظة إلا راعي تريلة فاضي ينزل. سلامات، قلت والله كذا وكذا وكذا. قال يلا طلع سيارتي بعيالي كلهم في التريل ويربطها ويضبطها. يقول واركب معهم لهم اثنين من السودان، ولين عندهم خلل في المعتقد في قضية الولاء، وساعة ونص في الطريق وأنا وياهم لين أقنعتهم وهداهم الله للموضوع. وصلنا الحوية، قالوا إن نعرف ورشة من أروع الورشات وينزلون السيارة عندها. يقول أنا أخذت عيالي، كان حول أذان العصر، يقول أخذت عيالي من السيارة وأخذنا بعض الأغراض ورحت استأجرت شقة، ويوم خلصنا قلت الراعي التاكسي اللي ودانا أنا ودي بتشليح علشان راعي الورشة يقول جيب قطعة خيار كذا. يقول أخذني راعي التاكسي وندور كل عصرنا حتى بقى في المغرب حول عشر دقائق ما لقيناها. جينا الراعي ذاك المحل قال القطعة أنا أعرف أنها عند فلان في الطائف، ويتصل عليه قال عندك كذا؟ قال إيه. قال يا ولدي في المحل، اطلع الآن وحاول تفطر عند أبو فلان في الطائف وجيب القطعة على طول الرجال هذا. يقول أنا ركبت مع راعي التاكسي وداني الشقة لعيالي، جيت بحاسبه يوم بكى قال هذا كرمي لك وأخذ منك، أنا أبي أفطرك وأبي كذا وكذا، حول الله يستر علينا وعليك. يقول والله وحول ونفطر أنا وعيالي. يوم جيت للسيارة مصلحة وجاهزة وسبحان الله العظيم، وصلي تراوح في ذاك المسجد جنب ذي واخذ سيارتي. يعني صنائع معروف بدل هالرجل في دقائق، شوفوا شلون هالسلسلة العجيبة اللي في لحظات، يعني وهو صايم في رمضان وعلى طريق وعائلته معه. يعني فأقول اصنع المعروف، لا صناع المعروف سبحان الله العظيم، هذه تقي بإذن الله، فما قيل صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البيت.